لعيون جماهير الانتر وعشاق هذا الفريق النيراتزوري اللي يعني قاهر أندية الطليان في المواسم الأخيرة. سمعوا هذا الإهداء لكم من بلنتي. تأثر إطلاقا يعني ما شاهدنا تأثر من جانب إبرة عندما تقدم جوليو سيزر. طبعا هي محاولات الضغوطات الآن، لكن ما ناظر يناظر المرمى. الكل، أنا كنت في سفرة في إيطاليا في مدينة عندهم اقتصادية معروفة ميلانو، كان عصر يوم الأحد، عصر يوم الأحد شفت مظاهرة صاخبة في إيطاليا في ميلانو، ناس عجيبين، أزياء مختلفة، أنواع مختلفة، ولد بنات رجال نساء، كان بعضهم بيدهم جدر يضرب على الجدر بالملعقة، بعضهم كان بيدهم الدف، بعضهم كان يضربون بالإصبعين، بعضهم كان يضربون بالإصبعين، بعضهم كان يصيحون بالإيطالي. سمعت من سألت من واحد من الأصدقاء كان معي يعرف لغتهم، قلت شنو يقولون؟ قال سيد هذول دي ينادون يقولون يا مصلح متى تظهر، حتى في مسيحيين يا مصلح متى تظهر. يتقدم، جول جول إبرة وما غيره إبرة.